كبير من جانب لاعبي الهلال. عرضية رأسية، جول، جول لإدواردو، جول برأسية إدواردو، هدف ثاني للهلال. إدواردو على القائم الأول يسجل الهدف الثاني. شكل الكرة واضح أنه خطير مع تقدم اللاعبين. رأسية إدواردو قبل وحيد شيخ ويسي، ينجح الهلال من تسجيل هدفا ثانيا في مرمى استقلال خوزستان. أنا قلت في شوط المباراة الأول أن الفريق الإيراني سينهار في الشوط الثاني أمام الهلال، سينهار. ها هو يتلقى هدفا ثانيا وبراسية ميليسي، هدف برازيلي خالص، ميليسي على رأس إدواردو.